كنسل الأخوة هو كفو ومطلق ونعم. أنا ما قلت في شيء. السلام عليكم. ما عجل كذي. مساك الله بالخير. أصبر خلني أكمل سؤالي. يا مرحب. نعم. رد على اتصال ولا محتاج؟ أبد رد. خذ راحتك. يوعيك. طيب. والله إذا هو أمي لأرض. لا ما. يلا. أنا احتريت. طيب. أنا اليوم أشرب ذي الأول. أسأل. خذ راحتك. طيب. سؤالي كالتالي. سم. لك. ابغى اسمع اجابتك بعدين بسالك بعدين بسمع اجابتك بعدين بنشوف هذه. الان انت تقول ان الرجل لعله استعجل، هو كفو مطلق لكن لعله استعجل. شلون استعجل؟ استعجل، تحمس الرجال ويبى شاش. اي شاش. تورط. تورط الرجال وزل. عاد انا ما هو زله ولا من طيبه؟ يعني انت باقي شك في طيبه؟ ايه على الحين يقول ايه. نعم. سم تفضل ناقش. أول شيء الرجال ما قد خوانه ولا قد جلس معي يمكن 5 دقائق، هذا واحد، وهو في مجموعة ثانية وأنا في مجموعة أولى. طيب. والرجال يعني ما يحكم من نظرة إلا لين أجلس مع الرجال ويعرفه. كلام. الشيء الثاني يوم تقول يقول إنه إني استعجلت، يمكن أنا جالس من يوم دخلت أفكر فيها لو خذيت المركز الأول. كم من يوم دخلت؟ هو يقول ما أدري هو أخطأ. هل لأنك ما تأكل معظمة الرجال ولا لا؟ يا أني اسمع، حب الله يعلم الله أني فلا كان أرضابه، وهو 70 نعم أعطاني شيء وتجمل بشيء عسل، بس يعلم الله عن نفسي أني فلا كان أرضابه. أما خذيته بمناي ولا أقعد؟ نعم، أما خذيته نعم بمناي ولا فقعد؟ أما أنا فاسمعه وأخذه ولا فقعد؟ ما أني رايح أنه تمدح وأخذ ناموس غيري. نعم. فالله يعلم الله أني فلا كان أرضابه، هو أبيض وجه قد إذا أعطاني شيء إن العرب كلهم يتمنون. والله ما أدري. شوفوا معي. استعجل؟ لا، من هو؟ ايه؟ نعم. أفا. لازم. لا شوف. ما استعجلت. إذا فيك عجلة اشرب زيت فرامل عشان. تهدي. تهدي. بريك يا علي. نعم. والله يا شيباني أنت الله يهديك. المشكلة إن الشيباني يتكلم. أنا طالع على شاشة. رجال ما تعرفه ولا بينك وبينه علاقة. شوف أنا أخوك. صلى على النبي. وتتشدق طول الوقت بالخوة، ثم تجي تقول الرجال مشبر معبر طول العرض اشرب زيت مرة فرامل. لا والله الرجال عارفه انا اخوك وبيننا سلام. الرجال قبل شيء اصبص الهاجري قبل شيء بلسانه يقول انت ما جلست معي 5 دقائق. شوف الهاجري مستعجل بعد. استعجل في هذه ترى. لا ما استعجلت لانه بنتفاهم خلف الكواليس. اي نعم. الكلمة دي لما بيني وبينها احتكاك. يعني فبس بيننا سلام بس في اليوم. يقول ما بيني وبين وقبل شوي مر بوري. هل هذه شخصيتك اللي تطلع باب الشاشة؟ شفت أنا هذه وأنا أخوك عفويتي. شخصية. شخصيتي. تسيء للناس. لا مسيء أنا. أسأت للرجل. أنا مسيء بس الرجال. يا أخي لا تقول أنا مسيء. اسأله هل أسأت لك ولا لا؟ الرجال جحدني يا أخو. يا رجل أسألك. أسألك. يعني هذا الشيباني. يوم تقول اشرب زيت فرامل وأنت استعجلت. لا وأنا أخوك. ما تدري وش وقعي ولا تدري وش. كيف بديش وقعي؟ تدري وش لا. لو جوالي معي وريتك المقاطع مصور أنا وياه. بس. أنت شوف أنت رجال أنت عشف شوف اعترف يا أخي هذا جحدنا زي كذا يعني حتى سلام قبل شوي مر علي بوري يعني هو في مجموعة وأول ما تخرج على طول يا هاجري لا تجحد يعني فوق هذا يحكم علي شوف أنا أخوه أنت نكرتني يا الحين زين عاد كيف لو تقدم على المركز الأول ما ظنيت تطير فيه صل على النبي قل لا إله إلا الله سؤالي ما واضح هل هذه شخصية أبو مطلق يسيء للناس؟ شوف أنا جاي هنيا تسيء للناس لا ما تسيء للناس يا أخي أنا ما تسيء هلا تقول اشرب زيت فرامل ليش بتقول له بكرة؟ للحين زي مثل أقول اشرب موية لا ما يبزي اشرب موية لا ما يبزي اشرب موية أنا أقصد العجلة وأنا ترى استعجل في هذه يعني أنت مستعجل أنا استعجل طيب اشرب زيت فرامل بعد أنت أبد ما عندك مشكلة أنا استعجلت لكن عجلتي ما هو مثل عجلتك ليه؟ بس لا أنا عجلتي في شيء كفو في شيء مينومس شوف انا اخوك احنا ما جينا للنهايه ردها عليه اذا استطعت انا عجلتي في شيء الرجال قال عجلتي في شيء نومس هم انت عجلتك في سالح في سالح انا عجلتي وانا اخوك امر الله بالسعه بس انا اعلم الرجال مخابر ما هم مناظر انا وش اسمي انا اعرف اعطني اسمي ثلاثي
انا والله ما اعرف اسمه خلاص ها هو المعرفه انا رفيزي عانه رفيزي عانه يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا هذا الرجل يا اخوان صلوا لا ما بشاربه وقفوا صلوا على النبي صلوا على محمد قولوا لا اله هاجري قولوا لا اله الا الله تغمز له يعني خوي لا لا شوف انا يا اخوان عرفت رياكشن صلوا على النبي عرفت رياكشن الاعلامي ذاك اللي غمز يعني تراني فله وخوي لا والله ابو معيان ابو معيان هذه شاشه ابو معيان اسمع تسمع مني طبيعه غمزه هاي طبيعه لا تغمز الشارع تجي تغمز يعني غمز هو عنده غمزات ويساءل الناس لكن شوف اذا قال كريم انا ما سأت يا ولد ارفعها شوي لا لا انت تسيد قول لي انا ما سأت لكن انجحتني يا رجل يا شباب يا سأت اذا انجحتني اعتبر على ما تبي تعتبر صلى على النبي صلى على او خوي اذا اعطاني الاسم الثلاثي خلني من الاسم الثلاثي الان حن في مساله انه يقول انا ما اسأت وانت اسأت ما سأت انا شو ما اسأت شوف الرجال وانا اخوك انا ما سأت انا قالها من باب مزحه بيني وبينه وعارف ويعرفني ها. لكن ان كان نكرني يعتبرها اللي يعتبرها طيب انت وقف اصبر بسالك سؤال ما له حق ينكرك صراحه هو ما له حق وانا قلت كلمتي طيب هل لك حق اتركني من زيت هل لك حق قبل شيء تشكك في طيبه تقول والله ما ادري عن طيب يا اخو شوف شوف يا ابو معيار اوكي الرجال تختلف لا جاء الموقف اختلفوا الرجال لا جاء الموقف على مزاجي هي بعدين هذا مركز هذا مركز قلت صار انا شككت في طيب الرجال انا شككت ما شككت يعني. يا ولد لا قبل شيء شككت شوف ارجع نرجع لهوا نشوف شوف شوف دقيقه خليني اقول شفت انا يا اخي الله سبحانه وتعالى يا اخو خليني هرج يا ولد الله سبحانه وتعالى يقول ما لكم كيف تحكم والله من علامات الايمان ان يحب المسلم ما لاخيه المسلم ما يحبه لنفسه انت الان شككت في طيب الرجال هل عاد في معرفه الرجال في طيب الرجال يا حطاني ينصف نفسك الأسوأ إني أقول والله فلان ما أعرفه ولا أقول والله فلان أشكك في طيبه ما أدري يعني لا والله إن جاني ذا السؤال بقول فلان ما أعرفه تضرب مطرق جاوب على ال من هو يقول والله إني أقول ما أعرفه إنه أهوى مني أشكك في طيب الرجال والله شف الرجال عاد هو نكرني وأنا عاد يعتبره على ما يعتبره يا رجال ترى أنت قبل ما ينكرك شككت طيبه أنا ما شككت أنا أقول اقتراح عندي ما شككت أنا أقول يمكن رجال استعجل يمكن إيه؟ انا ما استعجلت ولا وشككت في طيبي وهذا غير انك ما تعرفني ولا قلت جلس معي يعني شكك في طيبك وزيت فرامل وزيت فرامل ولا تعرفني ولا قلت جلس معي الا ذلك لا شوف لا تجحدني يا رجل لا تجحدني اذا انت جحدتني عاد مشكله عطنا يلا تفضل شنو علم عطنا طيب يا اخوان يا جمهورنا الكرام نعرفكم على ابو مطلق يشرب الناس زيت فرامل ويغمز ويشكك في طيبه فهمتوا ويحب الاساءه للاشخاص على الشاشه لا يا ابو ونعرفكم لا ارفعها يا ابو معيال هذا ما ارفعها يا حبيبي ننزل تصويت في تويتر هل انت سأت ولا لا يتابعنا جمهور ما دام يتابع قدام الله في الجمهور الحين لي اسأت لي انت في باب مزحه فيه ساعة لا هذه مو مزحه الشاشه ما تحتمل الشاشه صار على الشاشه ما تحتمل عبد الملك بن مروان سالوه لماذا شاب شعرك قال لا تعطيني خلص صوتي بس قال شاب شعري لاني اعرض عقلي على الناس طول الوقت أنت الآن في الشاشة تعرض عقلك على الناس هل هي إساءة ولا لا إساءة تبغى تسوي تصويت الجمهور سوينا تبغى نسوي والله هذا كذا ننزل نقول أبو مطلق هل أساء ولا ما أساء أرحب أنت عاد بصرك يا أبو بيان اليامي يقول لك إيه تبغى تطبق كلام اليامي أنا ما أطبق كلام يامي رجال مشبر عبر يأكل بذراع لا تعلم الكلام أنا ما يباخذ أنت يا يامي قبل شيء ما قبلت هدو الرجال تقول تعلم تقول ناموس ها ناموس طيب. المطلق ذا ناموس خلينا نكمل التعريف يا اخي اصبر يا رجال اصبر الله يخليك لي ابد انت اصبر نعرفكم على الهاجري يعطي مراكز اوله لا يهمه التنافس ويستعجل واعتقد انه بغى يشرب زيت الفرامل على حد قول الشيباني تفضلوا يا اخوان وطيبه على قول الشيباني ها ما ندري يقول الشيباني انا ما رجعت طيب ابخص لحوك نرجع لهوا انا ما هرجت في طيبه تبغى نرجع احنا نهرج في الاستعجال انت هرجت في طيبه نرجع في الهواء رجعنا اللي تبي انا وش قلتها هنا قلت هرجت في طيب الرجال وش ارجع ابشر انا ارجع الهواء انت قلت طال عمرك والله ما ادري هي مستعجل ولا من طيبه اي انا لا ما والله ما ادري وش قلت ابي ارجع ابي ارجع والله استعجلت انا مر عاد الرجال طيب يذكرني اذا 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 استعجلت تعتذر عن الثنتين ورني شوف طيب جاوبني اول ابو معيان تعتذر عن الاثنتين؟ ما ارضى الا امام الجمهور. هل تعتذر عن الاثنتين؟ خلنا نشوف انا قلت ولا لا. اذا قلته صار عندي، اذا ما قلته باذن الله اذا ما قلته انا اعتذر لك باذن الله.
حلو، لكن اذا قلتها انت تعتذر من الرجال على الثنتين ورني طيب. لا تلك هي كلمه انا ما لكلكت يا اخوي. انا واضح قلت لك اذا انت يا شيباني جيت ما قلتها للرجال انا اعتذر. انا واضح بعد يا قول له بعتذر له. ابي اعتذر له ورني. شاهدتوا يا اخواني والله خير الشاهدين. اعطونا مددوا لنا وقت يا اخوان نستاهل. البرق يا ورق وخير المجلس سبب الوعد كان الرابع بريت يعني استعجل؟ لا نعم شوفوا معيانا رجال نكرني لازم شوف ما استعجلت كلهم يتمنون خلاص كل واحد جد جد اسمع اسمع كنسي لي اخوه ورا شوف ورا شوف اسمع اسمع هو كفو ومطلق ونعم انا ما قلت في شيء السلام عليكم ما عجلك يا شيخ مساك الله بالخير بالنور ترى بس خليني اكمل سؤال يا مرحبا نعم رد على اتصال ولا محتاج ابد رد صراحتك يو عليك ضاي الله اذا هو امي الارض لا ما يلا انا تريت طيب انا اليوم اشرب ذي الاول اسد خذ راحتك طيب سؤالي كالتالي سم لك ابغى اسمع اجابتك بعدين بسالك بعدين بسمع اجابتك بعدين بنشوف شنو خذ راحتك طيب قول ان الرجل لعله استعجل هو كفو مطلق لكن لعله استعجل شلون استعجل؟ استعجل تحمس الرجال ويبى شاش اي شاش تورط تورط الرجال وزل عاد انا ما ادري هو زله ولا من طيبه ما ندري هو زله ولا من طيبه ما ندري ها ما ندري الرجال يزل في طيبه يخطي ويصيب في الطيب يخطي ويصيب تفضل اعتذر اعتقد اني ما قلت شيء هذه الكلمه ما من يا اخوان يا اخوان فوتوشوب شوي شهدوا عليك الربع ها لا لا صل على النبي صل على النبي اضيفوا صفه رابعه الشيباني يسيء للناس يغمز يوعد ويخلف ويغير رايه الناس ليش تجمع انت ها خص اخص من الرجال هذا قل تسيء المشاهدين ما هم معنا انت قل تسيء خويك عندك الاف المشاهدين وعندك الجمهور طيب أبشر أبشر انا ما سعتهم ابشر ابشر ما انا ما قلت الجمهور فيه وفيه لا فيه جميع اعيد عد أبشر. أبو مطلق يغمز فإذا شفتوا يغمز لا توتروا حلو ويحب يسيء الخوية حلو خوي أسمع ويغير آراءه وإذا شهد الرجال على شيء أنت ما في كلمته وانكره وإيش قال والرجال إحنا عرفنا أن أنكر لا علمنا ينكر ينكر إنه ما يعرف الرجال خلاص نكرني عاد يعتبر على كل شيء طيب الرجال نكرني يعتبر جحاد جميل أنا ما نكرته يا أخوان هل شهدتم على شيء شهدتم على شيء شاهدتم على شيء على ان الرجل اذا طلع قاله انه يعتذر على الشهاد ليش في رايكم لماذا لم يعتذر ما حد قال شيء ترى هنا لا لا واحد جحد اعطونا بالله اعطونا اعطونا الشباب يا رجال الان قلنا امام الشاشه وانتم تمثلون انفسكم ايوه هل شهدتم على شيء جيتكم واحد وجيتوني جماعه شاهدنا ان الرجل يقول الرجل اذا طلع وشكك في طيب الرجال انه يعتذر له نعم الرجال قالها قالها يقول اما استعجل ولا اعتذر شيء من الرجال ايوه زين أيوة. وانا رجال أنا بس الرجال وش يعتذر لان ساءني بعدين انا اعتذر منه من بدا الساء الرجال لا لا يا ساتر وش يعني نعتذر ثلاث اعتذار اعتذر اعتذر لي شوف طيب من حصل مني شيء اعتذر لي انا انتهى انتهى وقتي تناقشوا في الهواء تناقشوا لا 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 ابغى اوصل رساله تصويت الجمهور مني فاز طيب بالنسبه لي انا دائما الاخوان ما يتشدقون في برامج الواقع عن الخوه. واتيت لكم بنماذج امثله الان. فمنهم من شرب الاخر فرامل ومنهم من انكر طيب الاخر. وهم ما لهم مع بعض اربع ساعات، فكيف اذا طالت العشره؟ الشاعر يقول لا طالت الخوه تبين العذاريب وتعرف قراح البير ولا هماجه ولا هماجه تحمم دها الطول، فنسال الله السلامه والعافيه والستر عما سنرى. هذا الامر الاول، الامر الثاني أنا سأترك تقييم 300 بالذمة 150 هنا و 150 هنا تصويت من يستحقها الرجل هذا اللي أنكر عرف الرجل قال ماني عارفه ولا الرجل هذا اللي قال الرجل هذا شكك في طيبه ويغمز وشرب زيت فرامل طيب من كان يرشح لأبو مطلق يعني يسلم على ظلمه ومعاون الظالم ظالم لا لا ومعاون المعتدي معتدي سواء هنا ولا هنا يرفع يده من كان يرشح ابو مطلق انه يفوز بال300 يرفع يده
طيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة شهادة يا أخوة اتقوا الله يا أخوة خمسة هذا ترشيح والله الذي لا إله إلا هو إنك ما تخون ذمتك طيب بعلمك بعلمك أنا سم الرجال طيب يقول بعطيه مركز الأول بتنازل له صح ولا لا إيه طيب هل هذا اليامي لا الرجال حدد اليام ها الرجال حدد اليام ما قال الشيبان كلامه واضح طيب هو رجح عبد اليام اسمه اليامي بس اليامي بعد قالني باخذ بيمناي وش قال ميدا طيب فرع والله سالم سعيد مدير الاعداد بيقطع الهواء علي وهو من الناس اللي ما هم من اصدقائي طبعا ما بصدق طيب من يرشح الرجل هذا هنيا انا ارشحه واحد اثنين ثلاثه